اللعبة دي لا حسين محمد احمد بيعليها فيصل الدخيل شاطر بالجول حطها جول الله الله حلوة حلوة يا شباب حلوة شوفوا شلون حسين محمد فوتها راحت لجاسم فيصل الدخيل فيصل الدخيل عطاها سخي راحت لجاسم وصلحت راحت لجاسم وحطها دربت عليه وحطها بشماله بالجول حط الجول الاولاني في الدقيقة عشرة في الدقيقة عشرة المباراة راح تحلو والمباراة فيها جولين اثنين ليه